في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم جلس يبكي، فالله سبحانه وتعالى أرسل جبريل عليه السلام وقال له: يا جبريل سل محمدا ما يبكيه وهو العليم الخبير سبحانه وتعالى. فجاء جبريل عليه السلام وقال: يا رسول الله ما الذي يبكيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل من لأمتي من بعدي؟ الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله على من بعث رحمة للعالمين. قال جبريل عليه السلام: إن الله يقول لك: إنا لا نسيئك في أمتك أبدا. الله، ألا ترضى أن تكون أمتك ثلث أهل الجنة؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا بين الناس وقال لهم: ألا تحبون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبر الصحابة. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تحبون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ كبر الصحابة. فقال في الثالثة: ألا تحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبر الصحابة وقالوا: الله أكبر. فقال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 120 صفا، أمتي 80 صفا. الله أكبر. والله ده كرم من ربنا سبحانه وتعالى، ما بعد كرم. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي لا أرضى أن يكون واحدا من أمتي في النار. فقال الملك سبحانه وتعالى إكراما لحبيبه وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: بشر أمتك يا محمد أن كل من قال لا إله إلا الله لن يخلد في النار. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ ثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. أكثروا من قول لا إله إلا الله ومن الصلاة على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.